اهلا بيكم حلقه جديده من ايمن شوف. الانتخابات، الانتخابات معناها ان انت بتنتخب واحد بيمثلك في مجلس الشعب، بينادي بطلباتك، بيحل لك كل مشاكلك. اي واحد مرشح نفسه للانتخابات بيوعد الناس بحاجات كتيره جدا. كل واحد له طريقه معينه في الانتخابات. اهو من شهداء السويس ومرشح نفسه، انا اول مره اعرف بصراحه ان باب الانتخابات مفتوح دنيا واخره. الشفافيه، الشفافية مطلوبة في المرشح عشان يتكلم مع أهل دايرته، لازم يتكلم معهم بصراحة شديدة جدا. ماشي عم أيمن، خد دباديبك وكل رفايعك وخد شبكتك يا عم، وكل شيء اسمه ونصيب، وربنا يوعدك باللي أحسن منها. أهم شيء في المرشح إنه يكون صادق مع نفسه. أهو الحزب الوطني الديمقراطي، عارف قيمة الحزب بتاعه. الغريبة إن اسمه جمال، هو كان كل اللي في الحزب دول اسمهم جمال ولا ايه؟ المرشح لازم ياخد ويدي مع نفسه في الكلام. تقدر يا ناجي؟ اقدر يا ناجي. يا ناجي لو ما تقدرش يقول ما فيهاش كسوف يعني، يا ناجي اقدر يا ناجي، شايفني عيل صغير قدامك؟ يعني تقدر يا ناجي؟ اقدر يا ناجي، رشح نفسك يا ناجي. ضروري المرشح يعرف الشعب عاوز ايه بالظبط. طب كويس، انت تجيب شهاده من دكتور بطنه، تجيب شهاده من دكتور انف واذن وحنجره، ماشي، تجيب شهاده من دكتور تخاطب ان انت بتتكلم كويس ما بتتهتهش. المرشح لازم يكون محدد هدفه بالظبط من قبل الترشح. اهو مجلس الشعب ماشي، مجلس الشورى ماشي، رئاسه جمهوريه ماشي، اي حاجه تلفق معاه، ياكش يبقى رئيس نادي امبي، المهم يبقى شغال. الصدق، الصدق من اهم صفات المرشح. اهو إبراهيم لا إخوان ولا حزب وطني ولا ينتمي لأي حزب في الدنيا. إبراهيم له مبدأ وصادق مع الناس. اغسل وشك إبراهيم مش هيغشك، مش هتغسل وشك إبراهيم هيفشك. يا سلام بقى لو الشعب راح للمرشح عشان يختاره. أهو شعب وسنا كله ركب توك توك وراح لحنفي. رشح نفسك يا حنفي. يا جماعة أنا مش فاضي بقى، عندي شغل بقى ومش فاضي الجلسات بقى وبتاع. مش بمزاجك يا حنفي، احنا جيناك لغاية عندك، احنا رجالة ببيتك يا حنفي، اخترناك واحنا وراك لغاية ما نبيعك اللي قدامك واللي وراك. المرشح من دول لازم يكون واثق من نفسه ومن قدراته. الحاج خالد كينج كونج مش مرشح مجلس الشعب خرونج، ده هو رابط ايده بيلعب بينج بونج. الحاج خالد ده مرشح نفسه عن دايرة أبو الليف. اوعى حد ينسى دور المرأة في مجلس الشعب. المرأة بتمثل نص المجتمع. أهو حزب النور ورمز الفانوس وأم قيصر. بس أم قيصر ما جاتش تصور ليه؟ خير؟ الانتخابات بتحتاج ميزانية ضخمة. أهو الراجل بيقولها لكم على بلاطة، محفظتي أولاً. الانتخابات بتروح وتيجي، إنما القرش اللي بيطلع من المحفظة بيروح ما بيجيش. أنجح بلوشي؟ أدفع فلوس؟ الله الغني عنكم عن المجلس. مجلس الشعب محتاج الخبرات الكبيرة علشان يستفيد منها الأعضاء الصغيرين. الكبيرة ترشحت يا كتكوت، شفت الست وحكمتها؟ أهو رشحت نفسها وقالت لك لا للإجهاض لا للرضاعة الصناعية. يعني الست على بلاطة شعارها في الحملة مفيش أحسن من لبن الأم. مطلب الشعب من أي مرشح محاربة الفساد والإصلاح. أهو داخل يعاند الشعب من اولها، لا للاصلاح ونعم للفساد. الراجل ده فاهم طريقه بالظبط. مبروك عليك المجلس يا عم عيسى. الشخصيات العامه المرموقه لازم يبقى لها دور في مجلس الشعب، على ده بيمثل الشعب. يا عم علي بابا، احنا هنعمل مجلس شعب ولا مجلس كرتون يعني؟ تترشح نفسك بقى علي بابا ويجي وراك السندباد ويجر وراك وعلاء الدين والمصباح السحري. دخلنا كده في فيلم كرتون رسمي. كل مرشح لازم يبقى عارف وجهته رايح فين بالظبط. اهو ده مش مرشح نفسه في مجلس الشعب، ده مرشح نفسه في بيتهم، بيحب مراته وعايز يرجع بيتهم. بس خلي بالك من امها، بموت في امك، ده انت هتدوق شباشب امها. اشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.